السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبائي الصغار في الحكاية الثامنة بعنوان مسعود في المدينة للمستوى الثاني ابتدائي، مرجع كتابي في اللغة العربية. حل مسعود وزوجته بالمدينة طلبا للعلاج، نسي موقع المستشفى، فالمدينة قد تغيرت كثيرا. سأل فتاة: من فضلك أين يوجد المستشفى؟ فأجابت: هذا شارع الحرية، وفي ملتقى الطرق يوجد شارع عبد الكريم الخطابي على اليسار. في بدايته ستجد مكتب البريد وبجانبه المستشفى. وصل الزوجان إلى المستشفى، فحص الطبيب يطو وقرر أن تتابع علاجها بالمستشفى. رافقت الممرضة يطو إلى قاعة الاستشفاء وقالت لها: هذا سريرك وهذه أغراضك. ترك مسعود زوجته في المستشفى وخرج. جاب شوارع المدينة، كان يقف أمام العمارات ليعد طوابقها، وكان يسأل المارة عن كل بناية يرفرف فوقها العلم. قادته قدماه إلى حديقة، فاستلقى على كرسي ونام إلى أن أيقظه الحارس. غابت الشمس وأنارت الأضواء، فتاه مسعود جلس في أول مقهى صادفه وسأل نفسه: أين سأنام؟ فكر في التسلل إلى الحديقة، كان شارد الذهن. فجأة سمع صوتا يناديه: عمي مسعود، عمي مسعود! التفت يمينا فرأى شابا يتجه نحوه قائلا: ألا تذكرني؟ أنا سعيد ابن قريتك. حكى مسعود مشكلته لسعيد، فقال له سعيد: اطمئن، ستبقى معي ونزور خالتي يطو كل يوم. وجد مسعود الفرصة لاكتشاف المدينة من جديد، فزار المدينة القديمة ومآثرها التاريخية، كما زار المدينة الجديدة وتعرف على إدارتها ومتاجرها العصرية. غادرت يطو المستشفى بعد 5 أيام. استقبلها مسعود وسعيد، ركب سيارة سعيد وعاد بها إلى القرية. والآن نبقى مع شخصيات هذه الحكاية. مسعود يطو سعيد الطبيب الممرضة الفتاة أحد المارة. أما بخصوص الزمان والمكان، فبالنسبة للمكان هناك المستشفى، الحديقة، المقهى، المدينة القديمة، المآثر التاريخية. أما بالنسبة للزمان فهناك كل يوم بعد 5 أيام. إلى هنا تنتهي حكايتنا. لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك وتفعيل زر الجرس ليصلكم الجديد. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
Thank you.